البلد دي يا اخويا ماشيه ازاي؟ انا بروح لحد وباخد بنته، باخدها بمزاج ومش غصب عني. ده انت العمده بذات نفسه جاي لك اهو. ايوه هو ما بيقدرش يستغنى عنها خلاص. خليش فاطمه تهوب نواحي دور العمده تاني. يا فاطمة بالنسبة لعم تنازو هتنطفي في يوم من الأيام. شاركت الفنانة نجلاء بدر في رمضان الماضي بثلاثة أعمال درامية، وهي الزوجة الثانية وعلى كف عفريت وحكاية حياة، وتستعد لعمل جديد مع المخرج حسين شوكت بعنوان قلوب. كاميرا النشرة التقطها في حوار خاص عن أعمالها وعن تجربتها مع التمثيل والعمل الإعلامي. راوية أنا كنت اللي رشحني يا أستاذ خيري بشارة طبعا مع المنتج ممدوح شاهين، واول ما قال لي الزوجه الثانيه انا بقيت بدور انا هكون شخصيه مين في الفيلم. اما رحت قعدت معاهم قالوا لي ان شخصيه راوله مش موجوده اصلا في الفيلم. على فكره دي حاجه ريحتني، لان طبعا الفيلم انت عارف كان فيه عمالقه فن، يعني ما ينفعش ان حد يقارن نفسه بيهم يعني، ومؤمنه ان مهما عملنا مش هنعرف نكررهم تاني يعني. بس طبعا في محاولات ان احنا نعمل قصص هم خدوها قبل كده كبار الفنانين، فانبسطت ان انا خارج المنافسه يعني. دي حاجه ريحتني انا كفنانه، ان انت بتحضر شخصيه جديده مش موجوده في الفيلم. ما حبيتش اتفرج على الفيلم خالص، بس حبيت اقرا الورق. الورق قريب جدا على فكره من الفيلم، حتى في حوار موجود في الفيلم بالظبط ده في الحلقات الاولى. قعدت افكر مين راويه في الاحداث، حتى كنت بسال الاستاذ خيري يعني، وليه راويه مختلفه، ليه راويه احدث من الشخصيات بتلبس مختلف. المسلسل على فكره فيه اسقاط سياسي، يعني احنا لو افكرنا فيه كرموز هتلاقيه رموز. راويه انا بالنسبه لي هي دوله من الدول موجوده على الخريطه. عايزة ايه يا ستراوي؟ عايزك انت. انت كان المفروض تكون حاجة تانية خالص، كان المفروض تبقى راجل بيه عندك ارض وتين وعزوة، وما كانش ليك خالص البهدلة اللي انت بتبهدلها دي. عجبتني راوية لان انا شفتها الدولة، الدولة دي كانت فقيرة واختنت، فلو فكرت فيها انها كانت دولة فقيرة وجالها فلوس فبقت حلوة جدا وبقت شيك قوي وبقت بتلبس وتطورت وبقى في ناس بتمولها، وبعد كده ابتدت تتدخل في امور هذه القريه. نمره واحد تنتقم من عقده نفسيه انها كانت في يوم من الايام فقيره في هذا المكان، ونمره اتنين انها تصعد حد ان هو يبقى العمده وتبقى هي زوجه العمده، كنوع من الانتقام الداخلي من القهر اللي شافته قبل كده. اوعي تكوني فاكراني جايه لك عشان هتحدد بالفيديو اللي معاكي، ولا جايه لك عشان خايفه ومرعوبه منك. نسيت اقول لك الحمد لله على السلامه، الناس بتخرجك من مستشفى. حكايه حياه من الاعمال اللي بحبها قوي، برغم ان دوري كان اصغر دور على فكره بالنسبه على كف عفريت وبالنسبه للزوجه الثانيه، بس حاله المسلسل ده بالنسبه لي مختلف. نمره واحد انا كنت حابه الشخصيه جدا، شخصيه ايناس كانت مستفزاني مهنيا، عارف لما في شخصيه تستفزك مهنيا، كانت شخصيه ايناس. الورق كان حلو، ولا ينكر ان ايمن سلامه عمل ورق حلو جدا. المخرج كان جميل، انا محمد سامي بالنسبه لي دلوقتي انا بتمنى بجد وحياة ربنا المخرجين اللي قلت بتمنى ان هو يختارني في عمل تاني، لان محمد سامي بيلعب على الشخصيه بشكل غير طبيعي وبيطلع منها طاقه جديده. محمد سامي لا يقبل المشهد العادي، لا يقبل التمثيل التراديشنال اللي هو المعتاد، لا محمد سامي بيدور على خلفيات اخرى. يعني حتى قبل المشهد كنا بنقعد نراجع الحوار تاني، طب هنا ممكن تقول كذا، طب ايناس ممكن تعمل كذا، ايناس هنا ما تضحكش، ايناس هنا ما تعليش صوتها، بيدخل في تفاصيل بيخليك تحس ان الشخصيه مختلفه تماما او انت شايفها من بعد تاني يعني. وطبعا بوجود غاده، لان غاده ليها جمهور كبير، انا عايزه اقول لك ان المسلسل دوت حظى بنسبه مشاهده عاليه جدا، وحاسه ان في جمهور جديد انا ابتديت اشوفه في الفتره الحاليه بعد انتهاء المسلسل، ما كنتش متخيله نسبه المشاهده دي. مبسوطه جدا بالدور ده على فكره، مبسوطه جدا بالشخصيه ومبسوطه بالعمل ككل، وكل الممثلين واحمد زاهر وغاده كلهم على فكره عملوا مجهود حلو، والمسلسل ده تعبت فيه جدا. كف عفريت مع الاستاذ خالد الصاوي ده اتعرض عليا تقريبا من سنه ونص، كان المفروض ان هو يتعرض في رمضان اللي قبل اللي فات. اللي رشحني طبعا المخرج كمال منصور، هو اللي فعلا رشحني وقال لي هتعملي دور شروات. قريت شروات عجبتني جدا، وطبعا اي حد يقول هيقف مع استاذ خالد الصاوي ما فيهاش نقاش يعني. المسلسل كان المفروض يتعرض رمضان مش اللي فات اللي قبليه، بس حصل تعثر انتاجي فتم تاجيله لخارج رمضان بعد ما خلصناه في شهر 3. كان المفروض ان هو يتعرض خارج رمضان، رجعت بعد كده قنوات اجلته العرض في رمضان يعني، فبرضه دخل في السباق الرمضاني. مش عارفه اقول لك ايه، شروات بالنسبه لي
شخصية برضو مركبة، يعني هي برضو في، أنا بحب الشخصيات المركبة، بحب الشخصيات اللي هي لا تعرف هي شر ولا خير، ممكن تقلب شر في مشهد وممكن في مشهد تاني تبقى خير وممكن تبقى بتحب. أنا بحب التركيبة دي اللي هي تركيبة البني آدم الطبيعي، لأن إحنا ما عندناش لا خير مطلق ولا شر مطلق يعني. فالشروات هي شخصية كانت طيبة جدا وعقلانية جدا لغاية الحلقة 25، ابتداء من 25 حصل لها قلبة بسبب علاقتها بفاضل أبو روس أو اللي هو الأستاذ خالد الصقر. برضو عندها داخليات وبرضو عندها علامات استفهام، وأنا بحب الشخصيات اللي تمثيلها بيبان في عينيها، مش لازم نتكلم كتير. شروات من الشخصيات ديت لأنها شخصية ذكية، أنا بحب المرأة الذكية في الأدوار، يعني دايما بحب ذكاء المرأة، بحب يبان ذكاء المرأة في الأدوار.